النهوض بوضعية العاملين ببرنامج محو الأمية بالمساجد للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضلوا تفضلوا سيدنا. شكرا سيد الرئيس. نتساءل سيد الوزير المحترم عن الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية العاملين ببرنامج محو الأمية بالمساجد والنهوض بحقوقهم. جواب سيد الوزير. تفضلوا. ينص الظهير الشريف رقم 114-101 صادر في 20 مايو 2014 المحدث لبرنامج محو الأمية بالمساجد القرارات المتخذة لتطبيقه على أن دروس محو الأمية بالمساجد تلقن في شكل ساعات إضافية، وستعين الوزارة في تأطير المستفيدين من هذه الدروس بمؤطرين يتم اختيارهم في بداية كل موسم دراسي حسب الاستحقاق عن طريق تنظيم مقابلات انتقائية، ويستفيد هؤلاء المؤطرون من جهة من تعويضات عن الساعات الإضافية التي يقومون بها وفق المقادير المنصوص عليها وفي حدود المداد المسموح بها، ومن جهة أخرى يستفيدون مجانا من حلقات التكوين. بخصوص سؤالكم حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة للنهوض بحقوق هؤلاء يعني بما سميتموه بحقوق هؤلاء المؤطرين، لأنه ما دام كنعطيهم داك الشيء اللي منصوص عليه في القانون راهم أخذوا حقوقهم، والبالغ عددهم برسم الموسم الدراسي هذا 10,000 مؤطر، فستعمل الوزارة إذا توفرت لها الإمكانات المالية المطلوبة على مراجعة مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، وفيما عدا ذلك ليس هنالك أي شيء يمكن القيام به. شكرا. تعقيب السيد النائب. تفضلوا. شكرا سيد الوزير المحترم. اولا يعني نتمين ما يقوم به يعني هاد المؤطرين في هاد محو الاميه اللي هو يعتبر يعني واحد يعني ميدان جميل، لانه كيف الدوله تدير يعني واحد الاهتمام كبير للتعليم الاولي ورعاه سيدنا والحكومه، فكذلك حنا تنتمنوا المجهودات تاع الوزاره وتاع المؤطرين وتاع يعني الشغيله في وزاره الاوقاف كاملين، ولكن هذا حتى هو واحد الباب ديال محو الاميه ثاني، واحد التعليم اولي ثاني ديال واحد الفئه من العمريه اللي كانت تسد في وجهها الباب، وهنا يعني خص الحكومه انها تدعم وزاره الاوقاف باش هاد الناس، لانه الا فاتوا حتى خرجوا من الاميه اللي فيهم يعني راه بينا يعني حتى هما يوليو عنصر فعال في المجتمع، لانه رجل او لا امراه او بالاخص يعني تنشوفوا الحمد لله يعني العدد الكبير ديال هاد الناس يعني وصلوا واحد العدد كبير، وعطوا مثال براكش يعني 4,000 يعني ولا 5,000 نساء و 3,000 يعني في الرجال في السنه، وانفتحتوا مشكورين على المؤسسات السجنيه حتى هي، فهذا عمل جبار ونتمنوه، ولكن نطلبوا من الحكومه دعمكم.